في صد الركلات الترجيحية وفي تسجيل ركلات ترجيحية. سعد التجار يخفق في تسديد هذه أو في تسجيل الأولى. والبداية إذن غير موفقة تماما لفريق جمعية شلف من خلال تضييع الكرة من تجار. شوف مسعود في الضربة سرع نوعا ما في التنفيذ، لأنه ما فيش شيء يعني يجعلك تسرع، لازم من بون اوكسيجيناسيون اون كونسونطراسيون ماكسيموم ومن بعد تروح باش تنفذ. وصالحي في مهمة تصحيح الوضع بالنسبة لفريقه، وأمامه مقداد والآخر تخصص بالممارسة إن صح التعبير في الكرات الثابتة. مقداد وجها لوجه مع صالحي تقريبا نفس المعطيات للركلة الأولى، لكن النتيجة لكن شوف خدا كل وقته مقداد وما تسرعش. يتأهب لتنفيذ هذه الكرة، يسدد ويسجل، يسدد ويسجل مقداد. إذن التفوق في الركلة الأولى للفريق الأزرق أمل الأربعاء بفضل هذا اللاعب مقداد الذي وفق في تسجيل الأولى عكس فشل ساعد تجار. بولحية، بولحية والآخر وجه لوجه مع فلاح، يزيد الضغط البسيكولوجي يزيد على لاعبي أولمبي شلف بالنظر إلى تضييع الكرة الأولى. بولحية يتأهب لهذه الكرة، أخذ كل وقته، يتقدم يسدد ويضيع، لا أقول يضيع ولكن فلاح يصد هذه الكرة الثانية. إذن فلاح هو البطل في الركلتين الأولتين من خلال تصديين ناجحين. نظم قراءة جيدة للحارس خاصة بعد ما سد الركلة الأولى، زاد هذه الركلة يعني نظم قراءته جيدة لمنفذي الكرات. أبو عيشة هو الآخر، خبرة كبيرة في الميادين، وجه لوجه مع الحارس الشاب صالحي. ماذا يقول صالحي في هذه الكرة التي تنفذ بطريقة جيدة جدا والمتابعة لم تكن كافية من صالحي، والركلة الثانية تسجل لفريق أمل الأربعاء الذي يبقى متفوق بركلتين دون مقابل. صعب جدا باش يتصدى لها الحارس، لانه من اصعب الكرات اللي يتصدى لها الحارس انه في الدقيقه وعاليه. شوف يعني حتى كي تروح في الجهه ما عندكش ما يكفيكش باش تلتقطها من هذا النعماني، معروف عليه يعني كان يسدد عندنا الكرات. النعماني هو الاخر يتقدم في وضع معنوي ونفسي صعب جدا لانه فريقه متاخر بركلتين. نعماني إذن يتأهب أمامه بطل هذه الركلة الترجيحية حتى الآن فلاح. نعماني يتقدم ويضيع. إذن الكلمة العليا هي للحارس فلاح الذي يفعلها مرة أخرى ويصد كرة ثالثة. إذن العلامة الكاملة لفلاح الذي صد ثلاث كرات، يعني أن فريق شلف لم يضيع فقط بل فلاح هو الذي صد هذه الكرات الثلاث. حروش تسجيل هذه الكرة دريس، يعني أنه تسجيل كرة حروش تعني أنه نهاية المباراة، تأهل مباشر إلى الدور النهائي. إذن حروش أمام تحدي كبير وهو الركلة الأخيرة، طبعا الركلة الأخيرة نقول بالنظر إلى الركلات الثلاثة الضائعة، وأيضا أمام الحارس الصالحي الذي يسعى من دون شك لإعادة فريقه إلى السباق من جديد. حروش وجه لوجه مع صالحي، لمن تكون الغلبة لحروش أم لصالحي؟ إذن حروش ولحظات التركيز التي تسبق التنفيذ. حروش يسدد ويسجل ويؤهل فريق أمل الأربعاء إلى الدور النهائي. إذن أمل الأربعاء هي الطرف الثاني في المباراة النهائية ضد فريق مولودية بجاية. ألف مبروك لفريق أمل الأربعاء، والبطل اليوم هو فلاح.
وحظ أوفر وموفق في القادم إلى المناسبات بالنسبة لفريق جمعية شف الذي قدم ما يلزم ما يجب، لا يستحي بهذه